اهلا بيكم يا اصحابي في قناة اي دي اس فور يو. شايفين طاقة بابا نويل الجميلة دي؟ هنشوف بتتعمل ازاي. يلا بينا. هنجيب طبق لونه ابيض ورق من اللي بيتباع عادي بتاع المناسبات، هندهنه كله لون احمر زي ما انتم شايفين بالوان مية. بعد كده هنجيب مقص ونقصه بالطول كده نصين، ناخد نص الطبق زي ما انتم شايفين نتنيه كده نعمله بمسدس الشمع، ونتنيه نعمله كأننا بنعمل قرطاس صغنطوط. ظهر لنا شكل الطاقية اهو، وبعدين نحط شمع على طرف الطاقية دي كده، ونجيب قطن ونلفه، وبكده يبقى احنا عملنا شكل الطاقية جميلة، ونعمل دايرة قطن فوق، وبالشكل ده نبقى انتهينا. شكرا.